بياخد المدرب مروان خليل بشكل سريع. كوتش يعني يلي بيحضر اول كوارتر بقول رايح فريق شانفيل لا يسيطر بشكل كامل على الجيم، قد ايه كنت مأمن رح تقدر ترجع للمباراة وقدرت ترجع؟ يعني مع انه براندون موبلي اليوم خزلك بالفاول ترابل واصابته كمان ابعدته لفترة طويلة عن والشوتينج برسنتج تبعه كمان كان كثير بعيد عن الشوتينج فورم تبعه يلي هو عادة بيعمله، يعني عنده اجمالا 44% عن الثري صحيح بوينتس. اليوم جايب وحدة من خمسة او ستة وتش از كمان ضرتنا كثير، والرميات الحرة اليوم كمان اي الرميات الحرة هي اللي بدي اقول لك اياه، انه نحن كنت مش مأمن انه فريقي رح يرجع، كنت عارف انه فريقي رح يرجع لانه نحن وي نو وات وي هاف تو دو وي نو وات وير دوين، وكنا عارفين انه بمحل رح نوصل انه نكون كلوز جيم. بس فري ثروز وهذا الشيء كنت قايله من قبل الجيم انه if you wanna have a chance to win a big game مثل هيدي you have to have a better shooting shooting free throws percentage. يلا هارد لك كوتش، ثانك يو. يعني بالنهايه كان جيم حلو ومشوق يعني على التي في. ثانك يو للمدرب مروان خليل.